أبو أحمد، في هذه المحطة نتكلم معك باعتبارك نائباً في مجلس الأمة وتحديداً في اللجنة المالية وشاهداً على العصر في قضية المديونيات الصعبة، هذه القضية الشائكة في تلك الفترة. ما هي إفادتك وشهادتك على هذه القضية تحديداً؟ يعني كانت هاي مشكلة عويصة، كانت مشكلة توقف الاقتصاد يعني، وكثير من الاقتصاديين المهمين المخضرمين يعني وقفوا على الخط لأن مديونيات رهيبة يعني، فكان لازم تنحل هالمشكلة، والكويت لم تكن لديها مشاكل مالية مثل ما لديها الآن، أو يعني عجز، لم يكن لدينا عجز، فيجب أن تنحل هالمشكلة عاجلا أم عاجلا يعني، وهذا وظيفة مجلس الأمة أن يصدر مثل هذه القوانين. وكان الناس طبعا أكيد متنفذين كذلك، هما يعني عندهم مديونيات صعبة هم كذلك ضغطوا لإنهاء هذه المشكلة. وأنا أتذكر أني كنت أقضي الصيف في أخذت إجازة مع أن مجلس الأمة يعمل في أمريكا في ولاية كولورادو مدينة بولدر. أذكر كانت ذراعك مكسورة يعني وعكن كنت رياضة وسقط وانكسر ضلعي، كسر ضلعي ورديت تصوت اتصل فيني أحد الكبار في مجلس الأمة، قلت له مكسور ضلعي ما أقدر أسافر، كان يقول لا تعال بنبسط فيهم يا ابن الحلال والله ما أقدر، كان يقول لا عشان، فما قدرت أرده. نعم. ورجعتي وصوت فعلا في ناس انحلت مشاكلهم، بس في ناس لم تنحل مشاكلهم. يعني انا اعرف كثير من الناس التجار المخضرمين الذين بنوا الكويت على سواعدهم لم يسددوا، فاستولت الحكومه الهيئه العامه للاستثمار على كل ممتلكاتهم، لم تترك لهم الا بيت السكن فقط، وهم كانوا الاقتصاد قائم على أكتافهم. والآن يريدون أن يسددوا ما عليهم، لا، يطالبونهم بفوائد مرتفعة، فوائد ربوية فاحشة. أنا أتذكر كمحامي، لن أذكر أسماء، فكنت أمثل واحد منهم، فذهبت إلى رئيس الوزراء وأخبرته، قال أنت روح هيئة العامة للاستثمار، رحت الهيئة العامة للاستثمار، قلت له بيسدد الريال على 70 مليون ما يجب، بيسددهم، بيقترض من ديرة ثانية وبيسددهم، وبس رجعوا له أملاكه. كان يقول روح المدير الهيئة العامة للاستثمار، رحت الهيئة العامة للاستثمار المدير، كان أقول له، كان يقول هاي المسألة بيد أخ علي بيد مجلس الأمة. انت تاثر على اعضاء مجلس الامه اكثر مني، مع ان انا كنت انسان عادي. نعم. والله شحاتهم هذه الاعضاء مجلس الامه. نعم. يعني هذه القضيه مو مؤخرا، يعني من 10 سنوات تقريبا، ومسكين الرجل، وكذلك العشرات امثاله من المليونيريه حتى الان يريدوا ان يسددوا، وفوائد مثل ما قلت لك عليهم فوائد ربويه فاحشه. كلفت المال العام، يعني اخذوا املاكهم كلها. نعم. لا اتكلم عن الفاتوره. لا يعني لم تكن ذاك تكلفت، ولكن لم تكن التكلفه كبيره، وانحلت مشكله كبيره، لان اهل الكويت كثير، مئات من اهل الكويت كانوا نشطاء بالمناخ. نعم. وذهبت كل ثرواتهم، يعني ليس كالان المناقصات المليونية والمليارية التي لم نشهد مثلها في الكويت سابقا، والتي يعني تكلف الدولة عشرات أضعاف ما تتكلف نفس المناقصة في الدول الشقيقة. نعم. في نفس الملف هذا أبو أحمد، الناس دائما يقولون بما أنكم أوجدتوا حل لقضية المديونيات الصعبة على كل فتح، ليش ما يكون في حل لإسقاط الأقساط قروض الناس؟ وإلا هذه حق التجار وهذه حق الناس، هذا إحساس الناس الشارع. شنو وجه المقارنة في هذا الموضوع؟ لا أكيد يعني هذه
هذا موضوع وهذاك موضوع، يعني أكيد على قولتك إسقاط قروض ذوي الدخل المحدود ذوي الدخل المتوسط لن يكلف ما كلفته حل مشكلة المديونات الصعبة، وهذا الموضوع بيد أعضاء مجلس الأمة بيد الحكومة. يعني احنا ليش الناس ليش منتخبين أعضاء مجلس الأمة؟ خلي يشتغلون على هالموضوع هذا، يحسبون التكلفة كم، وحتى لو يعني لا يكون هناك عفاء ولكن هناك تقسيط مريح، تقسيط حضاري. نعم. الحكومة تدفع الفائدة على الأقل. نعم. يعني أنا بتسلف 10,000 أدفع 10,000 مو أدفع 15,000. يعني هاي المسألة بيد أعضاء مجلس الأمة، وأنا يعني إحنا كمراقبين للشأن العام لن نعارضها. يعني صحيح أنا الحمد لله الحمد لله بالشكل ده لست يعني لست مدينا للبنوك مبالغ طائلة، لكن لن أعترض.